احتلت روسيا في وقت قصير مكانها الصحيح بين القوى البحرية الرائدة، من قارب بيتروفسكي المتواضع إلى السفن القوية في منطقة المحيط والغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية. لقد اكتسبت طيرانا بحريا فعالا بأمدية طويلة وقصيرة، وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. لا نظائر لها في العالم حتى الآن، ونعمل على تحسينها باستمرار وبنجاح. بخطى ثابتة وعلى وقع موسيقى أوركسترا الأسطول البحري الروسي، أطل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليعلن بدء العرض العسكري الضخم في ذكرى تأسيس الأسطول البحري. وباستعراض ضخم بدأت قطاعات البحرية الروسية عرضها العسكري في مدينة سان بطرسبرغ، احتفاء بمرور 325 عاما على تأسيس الأسطول. افتتح العرض بكلمة للرئيس الروسي هنأ فيها شعبه بهذا اليوم، مؤكدا الجهوزية الكاملة للأسطول لحماية الوطن والتصدي للأعداء. احتلت روسيا في وقت قصير مكانها الصحيح بين القوى البحرية الرائدة، من قارب بيتروفسكي المتواضع إلى السفن القوية في منطقة المحيط والغواصات الصاروخية التي تعمل بالطاقة النووية. لقد اكتسبت طيرانا بحريا فعالا بأمدية طويلة وقصيرة، وأحدث أنظمة الأسلحة عالية الدقة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت. لا نظائر لها في العالم حتى الآن، ونعمل على تحسينها باستمرار وبنجاح. بوتين وجه رسائل عديدة للعدو والصديق بأن بلاده تقوم دائما وبنجاح بتحديث ترسانة أسطولها العسكري البحري، موضحا إنه قادر على توجيه ضربة حتمية إلى أي عدو محتمل. هذه المناسبة التي تحل في ظروف تشهد توترات، شاركت في إحيائها 54 سفينة حربية بينها 3 فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، و48 طائرة، وأكثر من 4000 عسكري. العرض العسكري شاركت فيه سفن مزودة بالصواريخ وكاسحات ألغام وقوارب الحدود وقوارب مضادة للتخريب وغواصات وفرقاطات. كما نظم عرض جوي شاركت فيه طائرات نقل عسكرية وطائرات مضادة للغواصات. وكانت أبرز القطع البحرية المشاركة الغواصة الأمير فلاديمير حاملة الصواريخ، وهي من غواصات مشروع بوري-أي الروسية ومن أثقل الغواصات في العالم، وتحمل صواريخ باليستية عابرة للقارات.